أقسم بالله العظيم أن أحسن بالدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي وافته المنية بالأمس. كان الرئيس السيسي قد نعى الزعيم الفقيد مثمنا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة 3 أيام في جمهورية مصر العربية.